السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. السفارة الإيرانية لدى السعودية تفتح أبوابها لأول مرة منذ 7 سنوات. أعادت السفارة الإيرانية لدى الرياض فتح أبوابها اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية قبل 7 سنوات. وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء، قد شاهد عيان لوكالة رويترز أن أبواب السفارة الإيرانية في السعودية فتحت لأول مرة منذ 7 سنوات. وذكر التسنيم أن مراسل رويترز أفاد بأن أبواب مجمع السفارة الإيرانية في الرياض فتحت أثناء تفتيش الوفد الإيراني وشهدت أمامه سيارة بيضاء. واليوم الأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن وصول وفد إيراني إلى الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة بالعاصمة الرياض والقنصلية في جدة. وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيراني أن الوفد مكون من مجموعتين، أحداها تتوجه للرياض لتفقد السفارة الإيرانية، والأخرى إلى جدة من أجل إجراءات اللازمة لإعادة فتح القنصلية الإيرانية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي. وأكد كنعاني أن بلاده تسعى لإعادة فتح ممثلياتها قبل موسم الحج. من الجدير ذكره أن الوفد السعودي الذي يتواجد في إيران منذ يوم السبت سيتوجه غدا إلى مدينة مشهد. وفي 10 مارس أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون 2 شهر.